رغم كل الانتقادات بونجاح عندما يكون في الملعب تحس يقدم إضافة كبيرة، لأن يوجد اللي يعرف كرة القدم ويوجد من يتبع كرة القدم، يوجد فرق. اللي يعرف كرة القدم يعرف باللي بونجاح يعمل في عمل جبار في الهجوم، واللي يتبع كرة القدم يشوف إلا الأهداف. لكن أظن إن شاء الله بدخول بالعمري وبدخول بونجاح حيقدموا إضافة كبيرة للخيارات المدرب مجيد بوكر.